من يدعي علم الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب أو أنه يعلم الغيب فإنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله.